البحث يجيب. سي هشام بن يحيى يلتحق بنا توت سويت عن الجمعية التونسية للفضاء. مرحبا بك سي هشام. الجمعية التونسية لعلوم الفلك. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا. الله يخليك. مرحبا بك. مرحبا للمستمعين. اللي يتبع الباج متاعكم ويتبع بلاغاتكم يقول أي توا تسونامي فيه قلق ولا ما فيش قلق؟ تسونامي تاع الشمس هذايا اليوم. فقط توضيح اللي الخبر يعني هو خرج مش من الصفحة متاعنا، خرج من صفحة الجمعية التونسية لعلوم الفضاء. نحن نحب نوضح الأمر هذا، مش ما يصيرش كل يعني الناس تدخل بعضها وتخاف وحدة كل شيء. اللي الشمس عندها أنشطة، النشاط هذا هو يعني عادي إنها تكون ناشطة وعادي إنها تكون خامدة، لأنها تمر ب بمراحل أو بفترات، مرة تكون ناشطة ومرة تكون يعني خامدة ما فيها حتى شيء، كما عامين التالي. الفترة هذه الشمس يعني بدأت تتحرك شوية النشاط متاعها، والنشاط هذا يترجم بما نسميه بالمتوهجات الشمسية وكذلك بالبقاع الشمسية اللي هما انكتات كحول اللي نراوهم بالتلسكوب متاعنا من الأرض. كذلك يعني تترجم بعواصف جيومغناطيسية اللي هي تنجم توصل إلى الأرض. بالنسبة للبلاغ اللي هبط فيه نوعا ما، سمحني في الكلمة من المغالطة، راهو تسونامي ماهوش مش يهم الأرض. التسونامي هو يعني مش ما نخوفوش العباد نقولوا التسونامي هذا مش يوصل للأرض. هذا يعني سياق الخبر فيها شوية يعني مبالغة. التسونامي هو يهم الشمس، هو هي موجة زلزالية تصير بعد على أثر انفجارات على سطح الشمس. اما كما نقولوا في الارض، على الارض مثال، باش نعطيكم مثال. كيف يصير بركان. البركان هو انفجار، على اثر الانفجار هذاك يصير رجات بركانيه، رجات زلزاليه، يعني البلاك يتحركوا شوي. هذا هو بالضبط ايش صاير في الشمس اليوم. دونك اللي باش يصير في شمس اليوم 30 اوت ما عنده حتى خطر على سكان الارض. ولكن انه اللي نجم يوصل للارض من الشمس هو جزيئات. جزيئات هذه توصل الى الارض وتنجم تقص الضوء على مدينه كامله، تنجم ترتفع يعني درجه الحراره، تنجم التليكومونيكاسيون قصوا، يعني هذه ما نسميه بالعاصفه الجيومغناطيسيه اللي هي يعني نشاط مغناطيسي للارض ياثر على على على, على صارتش قبل انشطه من النوع هذايا في الفتره اللي تعديت، معناها وقتاش باغزومبل هو تسونامي شهر التالي صار. ما فقنا بشيء سي هشام، دونك سافا لاباس ان شاء الله. اي لا لاباس، يعني فقط يعني نحن نعيب يعني انه على بعض الصفحات يعني نشوفوا يعني الاف من البارتاج يعني، ولكن يعني انه يعني سياق الخبر هو اللي نحن نعيب عليه انه نقولوا تسونامي سيضرب الارض من الشمس. هو يعني بالعكس، يعني تسونامي هذا يعني هو فرصه لدراسه الشمس مش نخافوا منه. فوالا وعلميا فوالا دونك من يعني عندك انت علميا التسونامي موجود، ولكن لن يهم الارض، بل اللي يهم الارض هو النشاط اللي يصير نتيجه لانفجارات. شنو يعني فما انبعاثات كما كي نشعلوا حشاكم الكانون، فما هيك الالسن هذيك تخرج، وساعات فما حاجات يترسخوا بالضبط، يعني فما يعني اشياء يخرجوا من الشمس، يعني جزيئات هذه توصل للأرض، ولحسن حظنا الأرض يعني محمية بمجال المغناطيسي نتاعها وبالغلاف الجوي، ديما يعني تلطف من النتائج هذه. ولكن هذا ما نحيوش الخطر، يعني أحيانا فما خطر من الشمس يعني، ولكن يعني لحسن حظنا نحن تونس خط عرضنا 36، يعني ما يهمناش بارشة الأنشطة
من أنشطة شمسية، لأنه تم خاصة المدن والبلدان اللي قريبة من القطبين، لأنه كل يعني المجال المغناطيسي يوجه الجزيئات هذه الجايه من الشمس الى القطبين، وذاك علاش نشوفوا الشفق القطبي. كان تسمعش مدام الشفق القطبي، هذاك هو المتوهجة الشمسية. لما ترسل الجزيئات هذه، المجال المغناطيسي يوجهها نحو القطبين. علاش ما نراوش شفق قطبي في تونس؟ لانه واضح سي هشام. واضح، شكرا لك سي هشام بن يحيى على تبسيط المعلومة بطريقة علمية ودقيقة.